عام 1972 تأسست مجموعة طلال أبو غزالة العالمية من موقعها المتواضع، والسنة هذا العام نحتفل بعيدها 50. في عقد تأسيس الشركة كان لها غرض واحد، وهو بناء القدرات لخدمة الاقتصاد العربي، وذلك تحديداً كل ما هدفنا له في مسيرتنا في 50 عاماً من برامج تأهيلية أقبناها، وبرامج تدريبية، وبرامج في اللغات إلى آخره. وبالتالي حققنا هذه الرسالة، واليوم أنا هنا لأعلن أننا جمعنا هذه البرامج الرقمية التي تم تحويلها ليجري تدريسها رقميا وأونلاين، إضافة إلى عدد كبير آخر ما زال في مرحلة التحضير وسيستمر ولن ينتهي ما دام العلم يسير إلى الأمام ولا ينتهي. هذه المنصة التي تحت تصرفكم هدفها هدف واحد، بناء القدرات، وكل ما نصرفه من دعم وتمويل وتبرع لا يصب إلا في موضوع بناء القدرات، لأننا من خلال بناء الكفاءات العربية والأردنية نكون قد قدمنا أفضل خدمة للإنسان وللوطن. مبروك علينا منصة التدريب الرقمي، منصة طلال أبو غزالة لبناء القدرات الرقمية.